بيقول لك ايه؟ اللي اتلسع من الشمعه ينفخ في الزبادي. وانا الزبادي قصدي الشمعه. ويا هلو زبري بودي بودي هلو زبري بودي. رجعت لكم يا جماعه في فيديو جديد من سلسله جي تي اي اللي بقت اكبر وافضل واحلى سلسله هنا على القناه. انا مش عارف ازاي اشكركم على الدعم اللي انتوا قدمتوه لي في الفتره الاخيره والله يا جدعان، خصوصا على سلسله ماينكرافت. بصراحه انا ما كنتش متوقع انها تجيب الدعم ده كله، فشكرا جدا ليكم. انا طالب منكم طلب صغير، شهروا القناه. انا عايزكم تشهروا القناه، عايزين نوصل 100,000 بسرعه. يعني مش هقول لكم وقت، يعني عشان ما بحبش اعجز حد، وفي نفس الوقت ما بحبش احط ناس في مواقف وحشه. فانا عايزكم تعملوا شير للقناه، تعملوا شير لفيديوهاتي كده، عايزين نكبر في الفتره اللي جايه ان شاء الله. طيب بس مش صلاه على الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام. ولو انت بتشوفني اول مره ما تنساش تنزل دلوقتي تضغط لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتنزل دلوقتي تعمل فولو على انستغرام. انستغرام انستغرام انستغرام، هتلاقوا رابط الانستغرام موجود في الباي او الديسكربشن. وطبعا مش هكرر عليكم واقول لكم ما تنسونيش من اللايك، يعني بصراحه اللايك هو اكتر حاجه بتفرحني. يعني انا ما ببنيش الفيديو على اساس الفيوز، انا ببنيه على اساس اللايكات. فانزل دوس لايك مش تخسر حاجه يعني. بس مش عايز اطول عليكم، سيبكم على الفيديو، مشاهده ممتعه. فالمهم ان احنا عندنا النهارده اكتر من حاجه هنعملها. اول حاجه انا عايز اوريها لكم اللي انا اكتشفته خلف الكواليس يا جماعه. فاكرين المره اللي فاتت لما نزلنا الكهف التشعبي؟ انا لسه ما عملتش النافوره، بس يعني هنعملها ان شاء الله بقى، معلش على المنظر السيء. المهم وبرده ما ظبطتش الباب، ما علينا. محتاج مبدئيا كده اعمل عدد كبير من السهام علشان البو، علشان انا ما عنديش زي ما انتم عارفين انفينيتي. مش عارف بصراحه ازاي افك تطويره السيف، فقالوا لي ازاي افك التطويره. واه اللي بيقول لك انا كملت حفره على نفس الخط كده زي ما انتم شايفين، نفس الخط اللي هو كان 444. وتنتني ماشي يا جماعه لحد ما فوجئت يعني بنوع غريب من البلوكات. اكتشفت مؤخرا ان البلوكات دي هي اللي بيتعمل منها البلوكه بتاعه القلعه اللي احنا لقيناها في عالم النذر. بس تعالوا بقى، كانت لنا مفاجاه ان انت تتطرق جوه. امشي 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 في حواري وبتاع، يعني كنت بدور بستكشف المنطقه هنا، فجاه لقيت ده. بس يا رب ما نلاقي حاجة مرسمة. لا 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 لا. انت ما تنفعش تفجر هنا. حاجة تانية؟ لقيت يا جماعة كهف الكريستال. سامعين الصوت؟ سامعين؟ الله. فبصراحة قلت حبيت نستكشفه مع بعض، ما شلتش منه أي حاجة طبعًا. فين الاتشيفمنت؟ والله ما شلت منه اي حاجه يا جماعه. في بلوك النوع ده كمان من البلوكه، فانا محتاج اشوف فيه تحته دايموند ولا لا. بص يا كابتن اهو بيتعمل منه المنظار. هناخده كله، هناخد كل الكريستالات دي. عايزين بقى ندور تحت نشوف فيه ايه. في هنا ايرون. ده احنا ما بعدناش، احنا على البلو. احنا ارتفاع 11 صح؟ معنى انا كنت فاكر ان احنا لسه، ان احنا فوق ولسه هننزل، فاهمين؟ في كام واحده بقى؟ في حبايه واحده. ده ايه الاستهبال ده؟ حبايه واحده بجد؟ حبايه واحده مش مشكله، تعالي فض اخوك. طيب النهارده احنا جينا اوريكم واحد من الحاجات اللي انا لقيتها خلف الكواليس. اتنين الحمد لله، لان حبايه دايموند في حالها. علاوي اتنين بقى عشان الكتب اللي انت قلت لي عليها. فاحنا محتاجين نعمل كشك او مكان للصيد. الرندر الرندر عشان المزرعه. مركز قوي انت معايا. ها مش انا والله ما انا اسف. مش انا اللي عملت كده. لا بس كده خلصنا من المهمه الاولى. مهمتنا الثانيه النهارده ان احنا نعمل كهف الصيد. كهف الصيد ايه بس؟ كشك الصيد، او هنعمل مكان للصيد، بيت في وسط البحر عشان الصيد. كنت مجهز يا جماعه الجزيره دي او المكان ده، حتى انا حفر دي يدويا، وانا اللي حاطط فيها ميه يدويا كده. كنت هحفرها عشان اعمل هنا كشك الصيد، بس اكتشفت انها كل مكان جوه البحر كل مكان احلى. فانا هلغي المكان ده، اعمله اي حاجه ثانيه. ممكن اصلا نخلي الموب تراب هنا. قولوا لي ايه رايكم؟ بس الموب تراب يبقى ما اعرفش الحلقه الجايه ولا بعدها. بس مش هخلي كشك الصيد هنا، انا هخليه جوه في البحر. طبعا انا هنا عندي لسان هنا كده هيوديني من جوه او من فوق والله. يعني انا او برضه بفكر اعمل الموب تراب هنا كده، فنعمل له زي لسان من هنا كده يوصلنا لنص الميه، مش يمشينا لحد نص الميه. ايه اللي هناك ده؟ في حاجه هناك صح؟ ما علينا، هكاك هنخش لها يعني عشان يبقى الصوت احسن او حظنا يبقى احسن زي ما بيقولوا يعني.
فانا كل اللي هعمله اني هجيب ديرت عشان ولا بلاش ديرت، لا بلاش ديرت اخليه بس ايه لحظة واحدة هجيب ديرت ولا بلاش ديرت، انا معايا ديرت اهو. ده انا ليه يطلع لي الزومبي بيتغرغر جنبي؟ اه الليل جه، الليل جه انا مش واخد بالي. طب هنروح ننام عشان بس ايه الوحوش، انا ما بحبش الجو ده، انا يعني من النوع اللي بترعب بسرعه بصراحه، مش اللي هو بخاف بس بتخض، انا من النوع اللي بتخض. ماشي نروح نكمل بقى مشوارنا، بس احنا محتاجين خشب عشان الشغل بقى. انا كنت مجمع تقريبا هناخد الستيك ده والستيك ده، وهناخد كل ما نقدر عليه من الخشب بصراحه. هات 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 هات، مش هنقول لا. يلا يلا يا باشا، يلا يا باشا، يلا يلا والله من قال لا. فهناخده ونطلع نشوف الدنيا فوق هتبقى عامله ازاي. طب يا جماعه الوحوش اللي بترسبيلي جوه دي انا بصراحه ما بحبش الموضوع ده، فانا محتاج اقفل المنطقه دي جوه عشان ما فيش وحوش ترسبيلي تاني، عشان دي اكتر حاجه بتخنقني اسام في حياتي تقريبا دلوقتي اليومين دول يعني. فاحنا هناخد الخشب ده وهو ده اللي هنمشي بيه على اللسان. طبعا انا مش هعمله كله دلوقتي، هيبقى الشغل كله خلف الكواليس، بس انا بس يعني عشان حاجه بس تمشينا. فهنمشي كده 1 2 يلا 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 نمشي حد جوه. بس اظن كده كويس، احنا كده في نص البحر تقريبا، ف كده النسبة هتبقى كويسه. بس هناخد لنا غطس بقى لحد هناك واجي لكم تاني. هي يا جماعه بابا بتنزل اهي، هذا ما فيهاش حاجه يعني، ما فيهاش حاجه مميزه. ده يا انك مهما كان مثلا بلوكة ال شست في شست سن في هنا فقاعات انت تنفس منها. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا المفروض دلوقتي افتح الشيست ولا اعمل ايه؟ طب انا هاخد نفسي وانزل اشوف الموضوع مره واحده، انا مش هعتمد على الفقاعات دي عشان ما بعرفش استخدمها بصراحه. فماشي بسم الله الرحمن الرحيم، ناكل بس ناكل 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 لازم كل بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هناخدها كده، طبعا ما فيش لافا فبراحتنا، هناخد البلوكه دي هتالي هات يا عم كده، دي بلوكة الجولد. هننزل بقى نشوف ايه اللي في الشيست ونطلع. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب الله في حاجة مميزة. ايه ده؟ كلوك ساعة؟ و هات هات كل هات كل اللي فيها. أنا أول مرة أعرف إن اللعبة فيها ساعة بصراحة. إيه المفاجآت دي؟ إيه المفاجآت دي؟ كلوك 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 بجد يعني؟ وإيه ده كمان؟ لا دي حباية اوبسيديون عادي. خلاص تمام كده، مفيش أي حاجة مميزة تاني في البتاع ده، فأنا نسيبه ونطلع بقى. هو فين اللسان بتاعنا؟ أهو. طيب هو محتاج أساس تحت في المية، فأنا معيش خشب أظن هيغطي كل ده، فأنا الأساس هحطه خلف الكواليس. أنا بس هبني هنا البدايات. أعمل هنا البدايات ف وانا احطها ازاي؟ طيب بصراحة يعني انا مش هشوف تصاميم يعني، مش هعمل تصميم بتاع حد مثلا واخده هو متعوب عليه وانا جاي سرقه، انا هعمل تصميم كامل من دماغي تمام؟ فادعوا لي بس يطلع حلو. انزل 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 انزل، بصراحة الشغل تحت الماية ده مقرف بصراحة يعني. أول حاجة أول عمودة نشتغل عليها اللي هي دي كده كده، ده هيبقى المستوى بتاعنا. انا طبعا معايا سلالم، هناخد السلالم البني هي افضل افضل خيار دلوقتي، فهنحط كده عشان نحط السلالم البني كده كده كده. معلش يعني تسليك انا عارف، بس هو ده الخيار المتاح لينا دلوقتي. كده هنحط، بما اننا معانا هنخلي الأرضية كلها من الخشب ده كده كده. 1 بس كده احنا خلصنا الأساس. طبعا احنا هنعمل لسان هيبقى عريض، بس الفكرة دي البداية زي ما قلت لكم. هنجيب هنعمل كرافتنج تيبل، وهنعمل كرافتنج تيبل تمام سهلة يعني، كان معايا لسان خشب هناك ممكن نعملها تمام. والله احنا كنا ممكن نعمل كل حاجة هناك، بس انا مش عارف انا صعبت الموضوع على نفسي ليه. هات كده اعمل لي كده وهات لي شيست 2 3 4 اربع شيستات كويس. واه نسيتها والله، نسيت ان انا عندي اسمه ايه ده
مزرعه قصب سكر يعني، كنت هطلع قصب سكر عشان يكتر. طب كويس والله انا نسيت اصلا فكره قصب السكر، احنا ممكن نجمع ونعمل مزرعه. بصراحه مش عارف كل الرمل اللي انا كنت مجمعه راح فين، فاحنا نروح نجمع رمل تاني. انا عارف كان المفروض اعمل كل ده خلف الكواليس، بس والله العظيم يعني ما كنت يعني برضه اللي هو التصميم زي ما قلت لكم ما كانش في دماغي، انا لسه كل ده جاي في دماغي دلوقتي. طبعا انا كده كسرت الثلاث استكات، فاحنا برضه هننتظر قليل من الوقت عشان الاستكات دي تتصهر. تمام، طبعا انتوا عارفين انا عندي طقم فران يسر البلد، بس الحمد لله يعني شايفين هيبقى شكل، انا اظن هيبقى شكله شيك جدا لما تعمله، هيبقى شكله شيك اكتر لما احط القواعد بتاعته بصراحه، لان هو شكله عرق كده دلوقتي. وانتم مننا وعلينا يعني، فانتم ممكن تشاركونا الموضوع ده صح ولا ايه يعني. اظن انا مش غلطان ان انا اقول لكم انه يعني انتم مننا يعني، انتم ممكن تستحملوا لحد الحلقه الجايه صح ولا لا. انا احطه قدامكم يعني العواميد مش ولا اعملها خلف الكواليس. خلف الكواليس ببقى يعني ببقى عندي دماغ اكتر وقابليه اكتر ان انا اشتغل. فقولوا لي في الكومنتات برضو عشان اخسر حاجه. طيب عمال ما ان شاء الله الحاجات دي تتصهر اكون قمت عملت لكم كوبايه شاي بلبن. والله انها تاخد وقت بصراحه، انا يعني الوقت كثافة الا مفتحه ذهب الليل وطلع الفجر ولع صورها وخوف هو ماشي. الله شايفين الساعه بتعمل ايه؟ ماشي انا هنحط بس الحاجات دي كده تتصهر معانا. ماشي حط تردد شغل فراني بس اقوم اعمل كوبايه شاي بلبن بقى عمال ما الحاجات دي تخلص. بصراحه خايف، بس هي مساحه كبيره فانا خايف اعك. هخلي يعني مش هخليها كلها ازاز، عشان لو خليتها كلها ازاز فكده هيبقى عك بجد كده. 1 2 3 فوت 1 2 3 4 والاربعة ليه يعني؟ مش دي قصاد دي، يبقى هنفوت 1 2 بس. 1 2 3 شايفين كده الارض كده كده بقى نقفل بالازاز ولا لا؟ استنوا برضه هنا كده عايزين نحط حاجه مختلفه. لا بلاش مختلف، بلاش تفكر اصلا عشان انت لو فكرت هتعك الدنيا. محتاجين بقى نحط كتلي، فكره عبقريه بس محتاجين مقص ومحتاجين نروح هناك. طيب انا لا والله هروح هناك، استنى اجيب الحاجه واجي. يعني احنا مش عايزين نبخل على الـ على الـ على البتاع الحاجة، عشان احنا عايزين احلى شكل ممكن نعمله. تمام، ما نروح هناك بقى نشوف دنيتنا فين. انا نسيت حاجه كمان، صدقت انت مش عارف طلعت عن بالي ازاي دي. احنا معانا هنا سلالم هنحطها بدل الازاز كده. ولا نخليها باللون البني بقى شكل كده. انا كده انا هعممها كلها، بس لاني عايز سلام كتير فانا عملت كده بس. فاكتبوا لي في الكومنتات اني شكلها احلى، وانا هعممها في على الباقي يعني. والله العظيم شكله هيبقى جامد، بس اصبروا بس اصبروا. انتوا اللي مش صابرين على فكره، انتوا اللي مش صابرين اصبروا. هو تحس ان هو معاق سيكا، بس يعني ماشي مش مشكله شغال كده كده. عايزه مدعم بالازاز يعني ساك من ده. لا ده كده اقفله لي ولا ما تقفله لي كده كده. عايز دروزر تمام، ده بعيدا برضو على اني هعمل كده يعني. لو هعمل مش نص الميه ازاي فكره زي دي تو عن بالي. انا المفروض دول هيتنوا عايمين كده. حتى هنا يعني المدار ده سيبك منه عشان ده مش بتاعنا. تمام، فالمدار اللي احنا هندور فيه يبقى كده. قلت لكم انا الافكار بتجيلي لما بشتغل واحده واحده كده، بقعد اكسر تاني في اللي انا عملته وابدا. ما فيش ولا حاجه من اللي انا عملتها لحد النهارده جت من مره واحده، بس انا خليت الفريم. شايفين منظر الغروب يا جماعه مع منظر كشكس؟ كشكس ده هيبقى جامد حرفيا، هيبقى من اجمل الحاجات اللي موجوده عندنا هنا في السيرفر. بس كده كملت. بصوا الجمال يا جماعه، بصوا الجمال. بس احنا كده هفتح باب هنا كده زي ده كده بالظبط، محتاجين نقفله كده بالازاز. ممكن مش بالازاز يعني كده. لا والله بالازاز شكلها شيك برضه. ماشي
الباب ده عشان الدخول والخروج برضو من هنا. احط باب واحط باب، انا ما كنتش عامل حسابي على البيبان، فمش هجيب بيبان والله، ما انا جايب بيبان عشان نخلي شكلها كده طبيعي، بس طبعا ما كنتش عامل حسابي في الشموع. واحنا دلوقتي بالليل يعني ممكن نيجي نلاقي حاجه مرسبين هنا اصلا يعني هبظنا كل حاجه. بس طب دلوقتي بس هنا قبل ما نتحرك على البيت نحط الكرافتنج تيبل اللي هتبوظ شكل المنطقه اصلا. انا زعلان بصراحه. نحط الكرافتنج تيبل فين؟ نحط الكرافتنج لا 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 ولا استنى كده عشان هنحتاج كرافتنج تيبل كتير هنا، بس احنا هنحتاج الشيستات، فهنحط الشيستات كده هنا وهنا مش عارف بصراحه هنا وهنا برضه اظن كده احلى احلى. في زومبي ميه تحت هنا جاي لي انا اصلا. طيب طب نسيب الزومبي الميه ايه كميه الموبز اللي على الشط دي؟ ده حفله استقبال دي اكيد، حفله استقبال صح، حفله استقبال ها. كلهم جايين يستقبلوني. حب الناس حب الناس يا دين امي. ايه ده ايه ده؟ لا لا يا 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 باولو يا باولو يا لهوي، ايه كل دول؟ انا ما قتلتش موز بقالي 9 سنين. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا عاملها هارد ولا ايه؟ وانا حطيت شموها هنا فبقاش في ريسبون جوه، فكل ريسبون بقى بره. ده احنا لما نعمل موب تراب هنكسب كده يعني، اصبروا هنور المنطقه كلها عشان الموتور بيشتغل اصلا. بس احنا محتاجين نعمل السناره عشان ما اعرفش ادواتها بصراحه، فانا هنشوف السناره بتعمل هنا منين. واو واو الشموع يعني، سيب برضه شموع، مش مشكله احنا مش هناخد وقت طويل هنا. هو انا كنت جاي اعمل ايه اصلا يعني؟ السنارات. هنجرب حط لي كده. لا مش هنا، مش هنا، مش دي حط لي هنا سناره وهنا سناره وهنا سناره وهنا سناره. طبعا احنا مش محتاجين بيبان. بفكر احط، قولوا لي ايه رايكم، احط حواجز هنا عشان ما اقعش ولا اسيبها كده؟ فمستني رايكم في الكومنتات، ومستني برضو رايكم تقولوا لي الكشك عامل ايه. طبعا هو ده مش الشكل النهائي، طبعا هيحصل فيه تطورات بالعبيط، انا حاسه كده عارفين الا مش مالي مركزه. تفتكروا ليه؟ مش عارف بصراحه، بس يعني اكيد في حاجه تخليه يظبط كده. مثلا يتحط له بلوكه من النزر مثلا بدل كده، بدل دي هنحط له هنا مثلا كده. لا 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 انا هحط له بلوكه من النزر بس، يعني ده الشكل البدايه. طبعا احنا عايزين نجرب بقى حظنا في السنانير، فلمي لي كده الحاجات دي كلها كده، حطها على جنب، هات لي اللحمه وهات لي السناره. اول سناره هنستخدمها، اول سمكه ممكن نصطادها يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم، نستناها بقى تغمز ولا تعمل اي حاجه. السناره تعمل اي حاجه غريبه نشدها. ايه؟ A few moments later. سمكة؟ بجد سمكة؟ ايه ده؟ انا عايز حاجة، عايز كتاب، تطوير، اي حاجة. ايه الحاجات الغريبة اللي انت بتجيبها لي دي يا عم؟ 2 hours later. الموضوع مريب بصراحة، المفروض تكون متحسب كده انها تغمس اي وقت تشد على طول. الو؟ اي حاجة طيب؟ سمكة تاني. انا مش مصطاد هنا. مصطاد هنا. سمك يعني؟ انا هقعد اصطاد سمك؟ انا مش فاهم. اي تطويره اي حاجه كده يعني غير السمك. طب قولوا يا جماعه اعمل ايه عشان اخلي حظ السناره احلى؟ في تطويره يعني ممكن اطورها وخلاص، بس هتبقى امبريكنج يعني، اعمل بيها ايه امبريكنج؟ مش فاهم. البحر اللي ما فيهوش غير سمك ده، البحر اللي ما فيهوش غير سمك ده. طب استاد البحر ما فيه ايه يعني؟ مش فاهم. رجعلي السناره والسمك ده هنا كده عشان انا ما اضربش السمك والسناره. 5 7 سمكات. خد يا عم، رجع البتاع اللي بتتنفخ دي وبس يا جماعه. كل سنه لغايه المقطع، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناه رز جاستم. اللايك كان شيء بيحفزني جدا، منشر المقطع بشكل اكبر. قولوا لي نعمل ايه عشان نخلي شكل الكشك كده شكله حلو اشيك من كده يعني؟ ايه رايكم نشيل الفريم الخشب ده؟ فسلام عليكم في الكومنتات، نشوفكم الفيديو الجاي، سلام.